أحد العاشقين سألوه قالوا له لماذا تهتز عند الإنشاد وسماع النبي؟ قال اسألوا أحد. قال اسألوا أحد لما اهتز؟ يعني دليل إن الجماد اهتز شوقا وحبا للرسول. والجزء اللي كان يبدأ ما يهتز كان يخطب عليه بكى، والصحابة سمعوا بكاءه، سمعوا بكاءه خشب بكي. إني لا أعلم حجرا في مكة كان يسلم علي وشو السلام يقول له مرحبا يا السلام عليك يا رسول الله، حجر 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 بنطه يسبح الحصى سبح بيديه، الماء نبع من يدي الشريفتين. نعس شلون اهتز جبل أحد لوقوفي عليه صلى الله عليه وسلم، اهتز طربا وشوقا، طبعا مش خوفا، طبعا مو خاف، لا طربا وشوقا وحبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. بدي اشكركم.